تتوالى الأشواط مشاهدينا متابعينا الكرام شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل في هذه التحديات الرائعة. شوطنا الثاني عشر من أعلنت انطلاقته منذ لحظات وهو شوط خاص بذلل المهجنات الأصايل انطلاقة سليمة ورائعة كما يتمناها الجميع بهذا الاندفاع المتميز. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نبحر بمقدمة هذا الشوط نتابع البداية نتابع المقدمة نتابع غناتي اللي انطلقت بمقدمة هذا الشوط بهذا الشكل الفريد والمتميز. غناتي التابعة من هجن العاصفة يقدمها الواثق حمد بن راشد بنغدي يرتليها في المركز الثاني الذهيبة بنفس الشعار أيضا شعار غناتي شعار هجن العاصفة. ننطلق مشاهدينا متابعينا الكرام مع المركز الثالث وراء التسلل أيضا والقدوم من العنود بشعار هجن العاصفة يقدمهن واثق المضمرين حمد بن راشد بن غدير. نتابع المركز الرابع نتابع رابع التحديات وأرى مصيحة مع المركز الرابع لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم والمكتوم وبقيادة حمد بن علي العويسي متابعا ومنطلقا بهذا التحدي المثير مع المركز الرابع. خامس التحديات أرى هني نجدة أرى نجدة مع المركز الخامس ومع المركز السادس مقام التابعات لهجن العاصفة يقدمهن الواثق حمد بن راشد بن غدير. تابع المركز السابع مشاهدينا متابعينا الكرام وأرى التحدي أيضا من أمسيك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم وبقيادة علي بن راشد بن غدير. من يتابع انطلاقة مسيك مع المركز السابع ثامن التحديات من الجانب الآخر أرى هناك نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن رايد المكتوم وبقيادة مطر بن سيب اللاحج. نتابع المركز التاسع والشاهينية الشاهينية تتسلل مع المركز التاسع لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي السيد بن سالم العامري. من يتابع هذا الانطلاق ومع المركز العاشر القدوم نتابع مهابة من تتسلل مع المركز العاشر لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وعلي بن راشد بن غدير. من يتابع انطلاقة مهابة مع المركز العاشر. هذه هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز الأولى. نعود بالصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع بداية هذا الشوط نتابع المقدمة نتابع التحديات الرائعة وأرى هناك غناتي أرى غناتي من تنفرد بناموس هذا الشوط مع هذا التحدي المثير سارت واندفعت أيضا وانطلقت بناموس هذا الشوط. نتابع المركز الثاني والمؤازرة أيضا لغناتي نتابع ذهيبة مشاهدينا متابعينا الكرام من تنطلق مع المركز الثاني الثنتين ابتعدن أيضا انطلقا بناموس هذا الشوط الاندفاع التلقائي والحاضر دائما مع هذه الانطلاقات المتميزة. المركز الثالث أرى انطلاقات العنود ومع المركز الرابع أيضا نجد التابعات لهجن العاصفة يقدمهن حمد بن راشد بن غدير. نتابع المركز الخامس كي أرى مصيحة مع المركز الخامس لسمو الشيخ زايد بن مر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي. من يتابع انطلاقة مصيحة مع المركز الخامس والسادس المقام من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن غدير. من يتابع انطلاقة مقام مع المركز السادس بهذا التحدي المثير. وسابعا مشاهدينا متابعين الكرام نتابع المركز السابع نتابع مسيكة مع المركز السابع بالشعار سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن رايد المكتوم علي بن راشد بن غدير. ومع المركز الثامن أرى التسلل أيضا من مهابة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن مكتوم يقدمها علي بن راشد
بن غدير وتاسع التحديات نشوة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم مطر بن سيب اللاحج من يتابع انطلاقة نشوة ومع المركز العاشر الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن خالد القاسمي السهيل بن سالم العامري من أعلن انطلاق الشاهينية مع المركز العاشر. تحدياتنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع ونعود بمقدمة هذا الشوط مع مجرياته مع اندفاعه التلقائي. نتابع هناك أيضا نتابع ذهيبة اللي انطلقت بناموسي هذا الشوط، تليها في المركز الثاني غناتي، الثنتين ابتعدا انطلقا بناموسي هذا الشوط منذ البداية مشاهدينا متابعينا الكرام، غناتي وذهيبة على مقدمة هذا الشوط، وأرى المؤازرة أيضا والاندفاع من العنود ومع نجدة مع المركز الثالث والرابع والكوكب الرباعية بشعار هجن العاصفة، يقدمهن الواثق حمد بن راشد بن غدير متابعا ومنطلقا مع هذا الاندفاع المثير مع هذا التحدي الجميل. يا سلام الكوكب الرباعية بهذا الشعار المتميز شعار هجن العاصفة. المركز الخامس سارة القدومة من مصيحة لسمو الشيخ زايد بالمربى المكتوم وبقيادة حمد بن علي العويسي، وسادس التحديات مقام من هجن العاصفة أيضا بقيادة حمد بن راشد بن غدير. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ولكن نعود مع الصدارة نتابع بداية هذا الشوط. يا سلام بدينا نقترب مع لوحة الإعلان، لوحة التذكير 1200 ما تبقى عن خط النهاية، والذهيبة مسيطرة كل السيطرة على مجريات هذا الشوط بدون أي أوامر. تذكر حتى هذه اللحظات غناتي مع المركز الثاني، تندفع أيضا تنطلق بهذا التحدي المثير، والكيلو المتر الأخير مع هذا الاندفاع مع هذا الانطلاق المتميز. يا سلام ذهيبة على الصدارة، غناتي مع المركز الثاني، المركز الثالث نتابع العنود ومع المركز الرابع نجدة الكوكب الرباعية بشعار هجن العاصفة. تهانينا من هذه اللحظات لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على هذا التألق في صباح هذا اليوم. ها هي الذهيبة تشق طريقها إلى الانتصار إلى التحدي بالمتابعة أيضا من الواثق حمد بن راشد بن غدير. غناتي بدأت تشكل الخطر أيضا مع هذا الانطلاق المتميز وبهذا الشكل الفريد والمتميز في هذا العالم الساحر. يا سلام الذهيبة وغناتي والذهيبة والكوكب الثنائية على مقدمة هذا الشوط، واللحظات الأخيرة المتناثرة تحت أقدام هذه الذلل الطيبات أيضا المهجنات الأصايل. يا سلام الذهيبة وغناتي باعدا المسافة ولكن أرى غناتي بدت تتسلل بالشكل الفريد بالشكل المتميز. تهانينا لهجن العاصفة على فوز غناتي بالمركز الأول، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير المركز الثاني، الذهيبة من هجن العاصفة والمركز الثالث. المركز الثالث مشاهدينا متابعينا الكرام تصل في نجدة، المركز الرابع أيضا العنود من هجن العاصفة، والمركز الخامس تصل في أمصيحة لسمو الشيخ زايد بالمر من مكتوم والمكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز الأولى. نعود بالتوقيت الزمني ولحظات وصول غناتي إلى خط النهاية
تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها هذه لحظات الوصول 9:37 3 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة على فوز غناتي بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني الذهيب تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9:38 بالوفائي والتمام. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير. واللي وصلت مع المركز الثالث أيضا نجدة تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق. هذه لحظات وصول نجدة إلى خط النهاية، تقطع المسافة في فترة زمنية مقدارها 9 دقائق بالتأكيد. تهانينا لهجن العاصفة والتهاني لحمد بن راشد بن غدير. 9 دقائق 49 ثانية والجزء 1 من الثانية.